أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع شبكة التعليم التفاعلية في الجزء الثاني من الأسبوع الأول في دورة برمجة المتحكمات الصغرية بلغة سي عبر برنامج إتمان ستوديو. تكلمنا في الجزء الأول عن مقدمة بسيطة عن مفهوم المتحكم الصغيري أو المايكرو كنترولر. الآن سوف أقوم بمراجعة صغيرة وأكمل المقدمة. كما تكلمنا في الجزء الأول، المتحكم الصغري هو عبارة عن نظام معالجة أو نظام مضمن يدخل إليه دخل معين بأحد الأشكال التي تكلمنا عنها، ومهما كان شكل هذا الدخل فإنه سيتحول إلى قيمة جهد كهربائي. هذا الجهد الكهربائي يتراوح بين 0 إلى 5 فولت. الآن يتم معالجة قيمة هذا الجهد داخل المايكروكنترولر ليخرج لنا خرجان على أحد الأشكال التي تكلمنا عنها. الآن سوف أقوم بإعطاء مثال بسيط عن المتحكمات الصغيرة. لنفرض أننا جالسون في غرفة، وفي هذه الغرفة نحن مستلقون ونريد التمتع بقراءة كتاب معين، ونريد المحافظة على درجة حرارة 25 درجة مئوية، ولكن الجو متقلب باستمرار. فعندما تزداد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، يجب علينا التوجه إلى المروحة كمثال لأداة تبريد هنا، ونقوم بتشغيلها لتبرد الجو. وإذا ما برد الجو، يجب علينا إطفاء المروحة ثم تشغيل المدفأة لإعادة درجة الحرارة إلى الارتفاع، وبالتالي لن نستطيع لا قراءة الكتاب ولا الارتياح، لأننا سنقضي كل الوقت بين تشغيل المدفأة وتشغيل المروحة وإطفائهما، وسيذهب كل وقتنا دون أي شيء مفيد. ولكن إذا قمنا بإحضار المايكروكنترولر ووصلنا أحد أقطابه مع جهاز التبريد وقطبا آخر مع جهاز التدفئة، وسوف نقوم بمقارنة درجة الحرارة أو بأخذ عينات درجة الحرارة عبر حساس للحرارة. وبهذا سنستغني عن مقياس الحرارة الذي كان موجودا والذي كان يتوجب علينا الاستمرار في مراقبته دائما. الآن لنعود إلى الصورة الماضية. كما نلاحظ، هذا هو المتحكم الصغري. نأخذ خرج الحساس الذي يعطينا قيمة درجة الحرارة ونقارنها مع الدرجة 25 مئوية. فإذا كانت درجة الحرارة أصغر من 25 درجة، سوف يقوم بتشغيل المدفأة. وإذا كانت أكبر من 25 مئوية، سوف يقوم بتشغيل المروحة. والآن أصبح بإمكاننا أن نأخذ راحتنا ونقوم بالأعمال التي نريدها، ونترك المتحكم الصغير ليقوم بعمله. طبعا كما سبق وذكرت، هذا أبسط مثال على عمل المتحكم الصغير. الآن لنكمل مع المنهج. الآن سنتكلم عن بعض أشهر عائلات المتحكمات الصغيرة. طبعا هي ليست الوحيدة، ولكن يمكننا القول أنها المسيطرة في سوق المتحكمات الصغيرة. العائلة الأولى وهي من تصنيع شركة مايكروتشيب، العائلة الثانية من تصنيع شركة إتمل، والعائلة الثالثة من تصنيع شركة إنتل. الآن شركة مايكروتشيب تقوم بتصنيع المتحكمات من النوع BIC بيك المشهورة، وهذا أحد أشكالها. أما شركة إتمل فتقوم بتصنيع المتحكمات التالية: أولا AT90، والمتحكم الفائق الصغار ATNI، المتحكم الثالث وهو المتحكم الجبار المتحكم ATX Mega، هذا أحد أشكاله، والمتحكم الذي سنعمل عليه وهو المتحكم AT Mega. الآن المتحكم الأخير الذي تقدمه شركة إتمل، وهي صراحة على ما يبدو فخورة جدا به، وهو المتحكم النوع ATSAM.
هذا شكل المتحكم وهو بنواة ARM. الآن شركة انتل تقدم المتحكم الصغري 8051 من هذه المتحكمات الشهيرة. هناك المتحكمين المسيطرين أو المسيطرين بين كل المتحكمات الصغيرة، وهما متحكمي البيك والاي في ار 80 ميجا. سوف نعمل مقارنة سريعة بينهما. أولا، المصنع لمتحكمات اي في ار 80 ميجا هي شركة اتمل، أما البي اي سي أو البيك هي مايكرو تشيب. بنية المعالج في كلا المتحكمين هي من نوع هارفارد التي تؤمن سرعة أكثر من نظيرتها فان نيومان. بنية المسجلات هي بنية ريسك لكل المتحكمين، والتي تؤمن توفيرا أكثر للطاقة. الآن التردد الأعظمي لمتحكمات AVR متحكمات البي اي سي هو 20 ميجا هرتز. إلى الآن لم نلاحظ أي فرق، فقط اختلاف في الشركة المصنعة، ولكن الآن تبدأ الفروقات بالظهور. تستطيع متحكمات 80 ميجا تنفيذ تعليمة assembly أو تعليمة لغة المعالج واحدة في كل نبضة من نبضات المعالج. طبعا هناك بعض التعليمات التي تحتاج إلى أكثر من نبضة، ولكن الأعم الأغلب يحتاج إلى نبضة واحدة. متحكمات البي اي سي تحتاج إلى 4 نبضات كما نلاحظ هنا لتنفيذ تعليمة assembly واحدة. وبالتالي فأنا أستطيع تنفيذ 20 مليون تعليمة في الثانية متحكمات الـ AVR، بينما لا يمكنني تنفيذ سوى 5 مليون تعليمة في الثانية. الآن إلى الميزة الثانية، تقدم متحكمات الـ AVR ومتحكمات الـ BIC 200 ملي أمبير من كافة الأقطاب، أي أنه لا يمكنني استجرار أكثر من 200 ملي أمبير من كل الأقطاب. الميزة أنه يمكنني استجرار 40 ملي امبير من القطب الواحد في الاي في ار، بينما لا يمكنني استجرار هذا الرقم من متحكمات البي اي سي، يمكنني فقط استجرار 25 ملي امبير. لذا سنتعامل مع متحكمات الاي في ار في هذه الدورة. الان الى قراءة تكويد المتحكمات الصغيرية. بما اننا اخترنا التعامل مع متحكمات الاي في ار، فيجب علينا تعلم كيفية قراءة تكويد هذه المتحكمات. كما نلاحظ هنا وجود كلمات لا نفهم معناها، هذا شكل وهذا شكل لمتحكمات الاتميل اتميجا. الآن نعود إلى الكتابة التي رأيناها في أول سلايد. نلاحظ هذا هو الشكل الذي يكون مكتوب على كل متحكمات الاتميجا. أولا، كلمة أو حرفي AT يدلان على أن الشركة المصنعة هي شركة اتميل، بينما كلمتي ميجا تدل على عائلة هذا المتحكم، العائلة ميجا. الآن أرجو استيعاب هذا التكويد لأنه مهم جدا، وسيوفر علينا الكثير والكثير من الرجوع على صفحات الإنترنت والوثائق الفنية. يرجى الانتباه إلى هذه الملاحظات. الآن هذا الرقم الذي يأتي بعد اسم العائلة هو عبارة عن حجم ذاكرة الفلاش التي نقوم بكتابة البرنامج عليها. إذا هذا المتحكم الذي نراه هو متحكم 32 كيلو بايت فلاش ميموري. اتي ميجا له ذاكرة فلاش 32 كيلو بايت. الآن رمز الـ A هو الموجود الآن في الأسواق. سابقا كان يتواجد متحكمات اتي ميجا 32 أو اتي ميجا 32 L، ولكنها لم تعد في طور التصنيع، تم إلغاء تصنيعها، والآن كل المتحكمات التي تصنع هي من النوع A، وسوف أشرح لاحقا معنى كلمة A أو حرف A. الآن في الطرف الثاني من تكويد المتحكمات الصغرية نجد نوعين من الكلمات، إما AU أو BU. ماذا يعني كل منهما؟ سنشاهد الآن. في حال كتابة BU هذا يعني أن شكل المتحكم الصغري هو بهذا الشكل، أي بالشكل ذو الأقطاب البارزة. أما في حال كتابة AU
فنلاحظ أن المتحكم الصغري سيكون من النوع SMD أو بأقطاب صغيرة جدا ومتقاربة. بعض أشكال المتحكمات الصغرية، طبعا هذه من النوع BDIP من 40 قطب إلى 8 أقطاب، وهذا من النوع SMD 44 قطب إلى 8 أقطاب. نلاحظ تنوع الأشكال والأحجام، وليس بالضرورة ازدياد أعداد الأقطاب يؤدي إلى ازدياد الحجم. نلاحظ التفاوت الكبير بعدد الأقطاب. الآن سوف نتكلم قليلا عن بنية متحكمات الـ AVR من الداخل. حقيقة متحكمات الـ AVR مع تعاملها مع الطرفيات الخارجية لا تحتوي على مثلا التعامل مع LCD في داخلها من بنية الـ AVR، أو التعامل مع بروتوكولات الاتصالات أو. كل ما تحوي متحكمات الـ AVR هو عبارة عن نواة لمعالج. في هذه النواة يوجد أيضا الذواكر وآليات التعامل مع الطرفيات. إذا كما نلاحظ يوجد نواة الـ AVR، ويوجد ذاكرة فلاش وإبروم وإسرام، يوجد المسجلات، ويوجد أدوات التعامل مع بروتوكولات الاتصالات، أدوات التحويل من أنالوج إلى ديجيتال، أدوات البرمجة، أدوات السيستم بروجرامينج التي سأتكلم عنها لاحقا، وعدة أدوات تمكنها من التعامل مع الطرفيات مثل الـ LCD وما إلى هنالك. الآن الشكل الآخر يبين أيضا بنية متحكمات AVR من الداخل. نلاحظ الصندوق الأسود وهو وحدة المعالجة المركزية، وبالخارج يوجد الـ EEPROM والفلاش والوحدات البرمجة، وحدات التحويل من أنالوج للديجيتال، وحدات بروتوكولات الاتصالات، العدادات والمؤقتات المقاطعات، وكل الطرفيات التي نتعامل معها في المايكرو كنترولر. إذا الخلاصة، المتحكم الصغير هو عبارة عن ذواكر، وحدة معالجة مركزية، وبعض الأنظمة الطرفية. كما نلاحظ المؤقتات، العدادات، المحولات الرقمية التماثلية، وأدوات التواصل مع المتحكمات الأخرى. الآن لنتعرف على أنواع الذواكر في المتحكم الصغير. أولا ذاكرة الفلاش ميموري. كما قلنا أن المتحكم الصغير هو نظام مضمن يمكن برمجته العديد والعديد من المرات ليمكننا إن أردنا القيام بعمليات مختلفة في كل مرة. لذا أين سأضع هذا البرنامج؟ سأضع هذا البرنامج في ذاكرة الفلاش ميموري. إذا عندما قمت بإجراء المثال وهو درجة مراقبة درجة الحرارة في الغرفة، يجب علي وضع درجة الحرارة المرجعية وهي 25 درجة مئوية، وعمليات المقارنة وتشغيل المروحة وإطفائها وتشغيل المدفأة وما إلى هنالك ضمن الذاكرة فلاش ميموري. الآن الذاكرة الثانية وهي ذاكرة الإسرام. في هذه الذاكرة أضع المتغيرات التي أحجزها، انتجر، تشار، دبل، كل هذه الأنواع من المتغيرات أضعها أو تحجز في الذاكرة إسرام. الذاكرة الثالثة وهي ذاكرة إيبروم، وفيها تحفظ المتغيرات الثابتة التي لا يجب التغيير ككلمات السر. أو يمكنني مثلا أن أضع مواعيد معينة لا تتغير أبدا، يمكنني أن أحجزها وأضعها في الـ EEPROM. أما الذاكرة الأخيرة وهي ذاكرة الـ IO، وفيها تعليمات التعامل مع الوحدات الطرفية. الآن سنتكلم عن أهم شيء وأهم وثيقة في عالم المتحكمات الصغيرة، وهي الداتا شيت أو الوثيقة الفنية للعنصر. هي الوثيقة الأكثر أهمية عند دراسة المتحكمات الصغيرة أو أي نوع من أنواع الإلكترونيات، فهي تعطينا كامل المعلومات التي نحتاجها قبل البدء بالتعامل مع هذا العنصر. كيف؟ سنرى الآن. في هذه الصورة يتواجد لدينا المتحكم ATmega ميجا 32، أي أنه بذاكرة 32 كيلو بايت فلاش. نلاحظ توزع أقطاب هذا المتحكم، ولكن نأتي لقراءة هذه الأقطاب فنلاحظ أشكالا غريبة عجيبة. نلاحظ كتابات من NT2، XCK، SCK، MOSI وميسو وSS.
الكثير الكثير من الكلام الذي لا نعلم معناه. كيف سنفهم؟ سنتوجه إلى الداتا شيت. هذه هي الوثيقة الفنية للعنصر، كما نلاحظ أولا يبين لنا اسم هذا العنصر 32 كيلو بايت من الفلاش. يبدأ أولا بسرد مزايا هذا المتحكم الصغري. أولا كما ذكرنا هو متحكم بأداء عالي واستهلاك قليل للطاقة، والأهم أنه بثماني بتات، أي أن مسار البيانات داخله بثماني بتات. طبعا هناك الكثير والكثير من الكلام، ولكن لن نتكلم عنه كله، ولكن سنتكلم عن الأشياء المهمة. طبعا هنا يخبرنا أن أقصى تردد له هو 16 ميجا هرتز، أي يستطيع تنفيذ 16 مليون تعليمة في الثانية. يهمنا أيضا وجود 32 كيلو بايت من الفلاش، 1024 بايت من الإي إي بروم، 2 كيلو بايت من الإس رام. ومعلومة هامة جدا جدا جدا، وهي أنه يمكننا الكتابة 10,000 مرة على ذاكرة الفلاش، بينما يمكننا الكتابة 100,000 مرة على ذاكرة الإي إي بروم. الشيء المهم الآخر وهو إمكانية بقاء البرنامج داخل المايكرو كنترولر حتى 20 سنة بدرجة حرارة طبعا 85 مئوية، و100 سنة بدرجة حرارة 25 مئوية. أي أنني يمكنني أن أبرمج المتحكم الصغري وأتركه 100 سنة في حال بقاء درجة الحرارة عند درجة حرارة 25 مئوية دون أي خلل ودون أي تلف. طبعا دعمه لميزة الجي تاج. الآن بعض المميزات الهامة جدا وهي الطرفيات. يبين لنا أنه يوجد بداخله عداد ومؤقت ب 8 بتات، اثنان من هذا النوع، ومسجل واحد أو مؤقت عداد واحد نوع 16 بت. يؤمن لنا 4 قنوات للتحكم بالنبضات بـ WM لقيادة الموتورات، ويعطينا محولا تشابهيا رقميا بعشر خانات. طبعا يقدم لنا بعض الأقطاب لبروتوكولات الاتصالات. يقدم لنا مهتزا داخليا سأتكلم عنه لاحقا. يبين لنا عدد الأقطاب في حالتي البيديب وفي حالتي الاس ام دي. الآن بعض الملاحظات المهمة. قلت لكم سابقا أنه كان هناك أحد الأنواع وهي أتميجا 32 ال والتي لم يعد في طور التصنيع. الآن هذا المتحكم أتميجا 32 اي يستطيع القيام بدورين، إما أن يعمل بنمط اللو باور، أي أنه يمكنه العمل بين 2.7 فولت إلى 5.5 فولت حتى يعمل، وهنا يعمل في ضمن نطاق اللو باور، أو يعمل بين 4.5 فولت و5.5 فولت كأداء عادي. ولكن إذا تم تشغيله في الفولتات المنخفضة فإنه لن يستطيع العمل إلا حتى تردد 8 ميجا هرتز، أما في الفولتات المرتفعة فهو يستطيع العمل حتى 16 ميجا هرتز. طبعا بعض المعلومات عن استهلاكه للطاقة. نلاحظ نفس الصورة التي رأيناها ولكن الأبيض والأسود عن توزع الأقطاب. هنا المحول التشابهي الرقمي، المؤقتات، أحد أقطاب بروتوكولات الاتصال، مكان وجود المهتزة الخارجية التي سأتكلم عنها الآن، أقطاب المقاطعات الخارجية، وأقطاب أخرى لكل منها عمل سنشرح بعضها إن شاء الله في هذه الدورة. الآن شكل الـ SMD لهذا المتحكم. طبعا ينصح بشدة عند التعامل مع المتحكم الصغري الرجوع دوما إلى الداتا شيت الخاصة به. الآن سوف نتوجه إلى أمر هام جدا جدا جدا، وهو الخواص الكهربائية.
هذه الخواص هامة جدا عند التعامل مع المتحكم الصغري، لكي أعلم في أي الظروف يجب علي التعامل معه. أولا، هذا المتحكم يستطيع العمل في درجة حرارة بين ناقص 55 درجة مئوية حتى 125 درجة مئوية. ممتاز جدا للبيئة الصناعية. البيئة الصناعية يمكن تخزينه في درجة حرارة بين ناقص 65 مئوية إلى 150 مئوية. الجهد الأعظم للتشغيل هو 6 فولت، وكما قلنا سابقا نستطيع استجرار 40 ملي أمبير من القطب واستجرار 200 ملي أمبير من الأقطاب كافة في حالة العمل في النوع بي دب. أما في حالة التعامل مع نوع الاس ام تي يمكنني سحب 400 ملي أمبير. هذه الخواص التقريبية العظمى التي يمكننا التعامل معها. طبعا أغفلت بعض الكلام عن قصد، سنرى لاحقا لماذا أغفلته، والآن نعود للإكمال. الآن كما تكلمت في الوثيقة الفنية، هناك أقطاب للهزازة الخارجية، ولكن ماذا تعني الهزازة الخارجية أو الكريستال؟ المتحكم الصغري لا يستطيع العمل دون وجود مهتز. إن كنتم تذكرون قلنا أن التردد الأعظم له 16 ميجا هرتز، وأنه يستطيع تنفيذ التعليمات السيمبلي في النبضة الواحدة، لكن أين يأتي بالنبضات؟ إذا هناك مصادر للتوقيت لهذا المتحكم الصغري، أولها وهو الهزازة الخارجية أو الكريستال. طبعا هذه الهزازة تأتي وتوضع بين قطبي الـ XTAL2 و1، وتوضع على طرفيها مكثفتين عدسيتان للترشيح والتنعيم. هذه أحد أشكال الهزازات الكريستالية، وهي دقيقة، أكثر دقة من الذي يستمر معنا الآن. طبعا يكون مكتوب قيمتها على الجسم الخارجي لها. بعض أشكال هذه الهزازة. الآن النوع الثاني، عندما قرأنا ميزات الأتمنج 32 ذكرنا بوجود هزاز داخلي. لا حاجة لي لوضع هزاز خارجي إن لم يتوافر لدي، ولكن الأفضل وضع. الآن تؤمن لنا متحكمات الأتي ميجا هزازات داخلية تصل حتى 8 ميجا هرتز، 1 و2 و4 8 ميجا هرتز، طبعا عند 5 فولت و25 درجة مئوية. النوع الثالث وهو الأكثر دقة، وهو الـ RTC الـ Real Time Clock، يمكنها العد تقريبا حتى الثانية، تستطيع الوصول إلى تقريبة الثانية، توضع على القطبين TOSC1 وTOSC2. الآن انتهى الجزء الثاني من الأسبوع الأول، وسأكمل معكم إن شاء الله في الجزء الثالث بأقطاب الدخل والخارج.